السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم غراتان بالشوفلور والبيشاميل، كيجي رائع في المذاق. وغادي ندير لكم واحد العصير سموتي بالجزر، كيوجد في ثواني، رائع، ما تحتاجوا لا تسلقوا الجزر ولا حتى شي حاجه، وكيجيكم بهاد لا تيكستور هذه. تابعوا معايا مراحل التحضير. غادي نحتاج في الاول انني نبخر الشوفلور، هو هذا راني نقيته وقطعته بحال هكذا صغيور، يطرو ديال الماء في لو بول. وغادي ندير بويوار، خصني الماء يسخن لي على 100 درجه عاد باش ندير الشوفلور يتبخر. ثم غادي نوجد الفاغوما، ندير فيها الشوفلور ديالي. ها هي وصلت ل 100 دوغري، صافي. وطفى ترموميكس، غير كيوصل لدرجة الحرارة اللي عطيتيه كيطفى اوتوماتيكمون. غادي نزول لو كوبلي، ندير الفاغوما، ندير 30 دقيقة فاغوما. دائما كنديرو فاغوما ملي كنكونو غادي نبخرو، سرعة واحد، فيتيس اون، صافي. ها هو الشوفلور ديالنا واجد، تقدرو تزيدوه الوقت إلا لقيتيوه مازال ما تبخر. أنا بالنسبة لي راه هو هذاك، خصو يكون طايب، ما يكونش عاصي. نصوب البيشاميل، البيشاميل ساهل، سبق لي وحضرته في حلقة سابقة بلا ترموميكس، اللي بغى يعاود يشوفو. غادي ندير ضمة وحدة ديال البنة وهي اختيارية، كاين اللي ما كيبغيش يديرها. غادي ندير 500 غرام ديال الحليب، باغ باش نرجعو للصفر، ندير 40 غرام ديال الزبدة، ثم 40 غرام ديال الطحين، ندير طاغ دائما، ندير 40 غرام، شوية د الكوزة، شوية د الإبزار. غادي نمشي لهاد لا فونكسيون صوص ديريكتومون، غندير 100 دوغري وندور هادي، صافي. مدة سالات، هادي هي لا بيشاميل. دابا على هاد البيشاميل غادي نزيد شويه ديال الكفته. نقول لكم انا عيني ميزاني، نتوما ديروا الكفته اللي بغيتيو، 250 غرام، 300 غرام، اللي بغيتيو. 4 ديال الفرماجات، الفرماج ديال الدهن اللي عندكم. ندير الكوبلي وغادي ندير واحد 10 ديال الثواني، انا بغيت غير نخلط هذاك الشيء مع البيشاميل. 10 ثواني بسرعه، 5. صافي، غادي ناخذ مول ديال الفران الكراتان، غادي ندير فيه هاد الشوفلور. شتيو الحبه ديال الشوفلور من بركو عليها؟ ساهله تتهرس، وفي نفس الوقت ماشي معجنه. غندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه حسب الذوق، الا بغيتيو تزيدوها راه البيشاميل مالح. غادي ندير فرماج، فرماج من التحت باش ما تيتحرقش وتيجي معلك من تحت البيشاميل. دائما الفرماج خصو يكون مغطي من العافيه باش ما كيتحرقش. ثم لو كونتوني ديال الترموميكس اللي هو البيشاميل والكفته. انا درت الكفته اختياريه، نتوما تقدروا انكم ديروا طون، تقدروا ديروا اي حاجه من غير الكفته، تقدروا ديروا
حتى الجامبون فيومي وشوية ديال الفرماج من الفوق. وندخلها الفران واحد 20 حتى 30 دقيقة على 180 درجة. هاد الكغاطان هذا غادي نرافقو بواحد العصير ديال الجزر والتفاح. تقدروا ديروا غير الجزر بوحدو بلا تفاح سمودي بواحد الطريقه باش كيجي مطحون مزيان وكيجي رطب. غادي نحتاج هنايا غادي ندير السكر حسب الذوق. انا غادي ندير واحد 80 غرام. تقدروا تستغناو على السكر بصفه نهائيه، ما تحتاجوهش نهائيا في هذه الوصفه. السكر دائما ملي كنبغيو نستعملوه كنطحنوه 10 ديال الثواني، 10 فقط بسرعة 10. صافي، ها هو تيرجع بحال الكلاصي باش كيذوب لنا في العصير بسرعة، لأن العصير كيكون بارد ديك السنيدة ما كتبغيش تذوب لنا بسرعة. غادي ندير واحد تقريبا واحد 300 غرام ديال الثلج. هاد الثلج هذا تنطحنوه في الترموميكس بلا فونكسيون توربو هادي. غادي ندير له جوج ديال الثواني، في كل مره كيطحن كيسكت من بعد جوج ديال الثواني. غادي نديرها له واحد 4 النوبات، هي 8 ديال الثواني. بسم الله. غادي نخرج من التوربو باش يتحل لي الترموميكس. دائما داك الفونكسيون توربو ما تتخدمناش نهائيا الا ما كانش لو بول منزل معوض، وما تيتحلش الا ما خرجناش منها لانها صعيبه وكدور بواحد السرعه فائقه. ها هو الثلج ديالنا دابا، غادي نهبطو شي شويه. وغادي ناخذ الجزر والتفاحه. التفاحه حتى هي بقشورها ما غادي تبقى عندكم باينه حتى شي حاجه، لا قشور لا والو. خمسميات غرام ديال الجزر مع داك التفاحة. وغادي ندير دقيقة بسرعة 10. غادي ندير واحد المعلقة كبيرة ديال الخل الأبيض. الا داك الثلج ما عطاكمش لا تيكستور اللي خصها تكون تقدروا نزيدوا الماء. غادي نزيد الماء، غادي نزيد الماء ونحرك على حسب لا تيكستور اللي بغيتيو ديال العصير، واش بغيتيه خفيف واش بغيتيه قاصح. المهم اللي مهم في هذا العصير باش يجيكم لا تيكستور ديالو هكا هو داك اننا كنطحنوه مع الثلج بوحدو باش كتجينا لا تيكستور. اما القياس ديال الخفه ديالو نتوما كتحكموا فيها كيف ما بغيتيو. انا ما كنبغيش نعطي لي غوسيط هكاك، كنبغي نعلمكم كيفاش تادابطيو لي غوسيط ديالكم للترموميكس. دائما غادي نزيد واحد 20 ثانيه بسرعه 10. والعصير ديالنا واجد بواحد لا تيكستور اللي رائعه جدا. هو هذا لو كراتان ديالنا، حتى هو وجد خرج من الفرن. كيجي رائع. هادو اكلات صيفيه مع مازال شويه ديال الصاج. تقدروا ديروا هاد لو غراتان هذا وتعطيوه حتى لوليدات ديالكم في المدرسه.
زائد هاد العصيره، وغنتمنى انكم تجربوه. الى عجبتكم حلقه اليوم ما تنساوش ديوجان تشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبالصحه وراحه.